كورة يتابع ردود أفعال جماهير القوة الجوية بعد الفوز على النفط برباعية. الحمد لله فريق يعني المستوى جاي صاعد، ولو يصير مرات دروب بالفريق، بس اكو شغل، اكو شغل، وان شاء الله للدوري. احنا مثل بايرن ليفركوزن ما خسرانين بالدوري، كله فوز وتعادلات، راح نروح الدوري ما نحسن. ماكو فريق ينافس هنا بالدوري العراقي، والامام الحسين هاي فريق ينافس عمي، هو صقر بعد ما يحتاج داموا بزود الحكام، والعباس بزود الحكام، بزود الحكام، كيفك العباس؟ بزود الحكام، ضربت الزراء، ضربت القاسم، بجود الحكام عمي، كافي كافي، ما 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 محسن مجزء، هاي ما محسن مجزء، حتى فاز أربعة، حتى فاز أربعة، بجود الحكام عمي، احنا نريد فريق يغلبنا، ماكو جوية جوية جوية، مرتاح متصدر وانا مرتاح وصاعد وما يلحقني واحد، الله يتفرق ينافسنا، ماكو ماكو اي فريق ينافسنا. يابا احنا اليوم فايزين ومرتاحين، جمهور الشرطه، جمهور الشرطه بس على ليش اربعه شنو غلب بعد جزاءات انتوا، احنا خليكم جوانا، احنا مصدرين الفرق صار خمسه هسه ثمانيه، ثانيهم خلي فيهم المصري الجوي هذا المستوى احنا راضين عليه، ذيك اللعبه والقبلها ومال القاسم وهاي اللعبه راضين، يعني مستوى زين، الجمهور لا يظل يحكي، هاي القوة الجوية دائما رافع راسنا بخير ومحبة. أنا طبعا جاي من كندا، من تورنتو، اي والله، لان عشق الجوية.